ما لا تمام تمام خليني انا هذا. تم بفضل الله سبحانه وتعالى دحر الميليشيات الانقلابية من كثير من التباب والجبال المجاورة في هذه الجبهة، وهي جبهة مقبنة وحمير التي تشارك في صلب معركة تحرير الخط الساحلي، وهي تقوم بفضل الله سبحانه وتعالى بالضغط القوي جدا واستنزاف قوات العدو في هذه الجبهة من أجل تنفس على إخواننا في دول التحالف والجيش الوطني في الزحف إلى قوات إلى باب المندب وإلى كذلك المخا وإلى تحرير الخط الساحلي الذي إن شاء الله نسميه السهم الساحلي، وإن لم يكن لنا حق التسمية لكن لم نسمع بتسمية قبل هذا اليوم. فإن شاء الله مرحلة السهم الساحلي التي انطلقت من كثير من الجبهات، وهي جبهات في محافظة تعز وجبهات في باب المندب وجبهة الواجعية وجبهة العمري، حرر باب المندب الذي يشكل مكسب كبير جدا لهذا الوطن العزيز وتأمين لكثير من الدول العربية في هذا الباب الذي كان بأيدي الميليشيات الانقلابية المتهورة التي لا تعرف حقوق جوار ولا حقوق سياسية ولا حقوق منفذ ساحلي. فتحرير هذا المنفذ وتحرير الشريط الساحلي هو من أهم الانطلاقة العسكرية في هذه المرحلة لقوات التحالف التي تقطع شريان ومورد المورد العسكري الأساسي والإمداد لهذه الانقلابيات في هذه المحافظة، وهي محافظة الحديدة التي تشكل أكبر محافظة أو داعمة عسكريا وماديا للميليشيات الانقلابية.